وصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية للتصدي لجرائم زراعة والإتجار في المواد المخدرة لما لها من أضرار وتداعيات سلبية على المجتمع والاقتصاد الوطني، وقد تمكنت من ضبط العديد من القضايا في هذا الإطار. أبرز هذه القضايا نستعرضها في هذا التقرير. تتواصل الضربات الحاسمة التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية لجرائم تصنيع وجلب وتهريب والإتجار في المواد المخدرة والعناصر الإجرامية القائمة على هذه الأنشطة الإجرامية. فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني نشاط أحد الأشخاص ووالده بالإسماعيلية تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وتصنيع وتدوير وخلط مخدر الهيروين، واتخذ من مزرعة مملوكة لهم مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية. تم استهدافهما بالمزرعة المشار إليها وضبط أحدهما، ونجحت الإدارة في ضبط 52 كيلوغرام من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الحشيش والشابو تزن قرابة 5 كيلوغرامات وكمية من المواد الخام والأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع وضبط بندقية آلية، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 11 مليوناً و 500 ألف جنيه. الإدارة نجحت وفي إطار مواصلة توجيهها للضربات الحاسمة للعناصر الإجرامية الضالعة في الاتجار بالمواد المخدرة في ضبط عدد من هذه العناصر بالجيزة بعد رصد نشاطهم الإجرامي في تصنيع والاتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية. وتمكنت الإدارة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الجيزة من استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم قرابة 185 ألف قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية وكميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة في التصنيع وعدد من الأدوات المستخدمة في التصنيع، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بعشرة ملايين جنيه. الإدارة وفي إطار مكافحتها للزراعات المخدرة بهدف تجفيف منابع المخدرات، فقد استهدفت وبالتنسيق مع قطاعات الأمن والأمن الوطني والأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة، استهدفت الظهير الصحراوي لمنطقة وادي شعير بنطاق دائرة مركز شرطة القنطرة شرق، أسفرت جهودها عن ضبط 31 مخزناً بداخلهم كميات كبيرة من مخدر البانجو بلغت 4.5 طن تقدر قيمتها بأربعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه. وهكذا تسطر وزارة الداخلية نجاحات في مواجهتها الفاعلة لظاهرة الاتجار وتصنيع المواد المخدرة ما يسهم في تراجعها وبما يحمي المجتمع من مخاطرها وأثارها السلبية. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.